حضورنا اليوم لحنا كنا تنتم في هذا الجسم اللي الآن يتحرك بألم وبأوجاع، ونحن الآن في المقبرة هنا مرات عديدة، ونحن نحضر الوداع الأخير لمجموعة من الصديقات والأصدقاء والزملاء ومن مبدعين فنانين من الأسماء اللي غادرت. يبقى اليوم أيضا ونحن نتحدث عن من عمار السليم، انه عمر سليم عمر خدا في طنجه. عند طنجه كانت شي سيدتين كتشتغل سميتها عمار، قال له كزلطه حسب ما كان تيحكي لنا، وقال له المدير ديال ميديا دير واحد شويه باش يكون واحد التمييز يبان واحد هذا تفكر. واصدقائه اختاروا له عمر، وسليم هو الاسم ديالو، وثقافته رجب من عائلته، رجب من الأسرة ديالو، والوالد ديالو كان رجل تعليم، الوالد ديالو تدرج في أسلاك التربية والتكوين والتعليم، وكان مديرا لمدرسة عمومية. ومن غريب الصدف ومن جميل الصدف أنه الوالد ديالو مدير مؤسسة عمومية، واختار باش يمشي يقرأ الفرنسية في مؤسسة ديال البعثة الثقافية الفرنسية. هذا هو عمر سليم. عندما انتقل هناك وكان في الجلسات ديالو، ودائما كان يشيد لم يتنكر إلى الجذور ديالو، بقي وفيا إلى جذوره، إلى بجعد. وبجعد هي مدينة ديال الأضريحة وديال الشرفاء وديال، وحيت تيعتز وتيقول لك أنا جدي، يعني جد ديالو شرقاوي، شرقاوي، وجده هو اللي كان دار اول سينما في بجعد في العشرينيات. يعني ثم كيفاش مشى غادي يدرس، وثم كان مجتهد، وثم كيفاش مشى دخل يتابع دراسته عن الاختبار وعن الكونكور وعن، وقرا في المؤسسه كبيره السوربون في فرنسا، كان خريج، يعود إلى المغرب وعنده جوج دكتورات، وعنده مساحة ديال الثقافة كبيرة في الفلسفة وفي العلوم السياسية وكل شيء، جوج دكتورات وما عندوش حرفة. إذن صالح لوطنه، صالح لهذا. وشنا التأثير ديالو والحضور ديالو الوازن بصورته كوجه، يعني في التلفزيون صورته، أيضا صوته، ثم لا في الإذاعة ولا في الشاشة، كان الحضور ديالو قوي، لأنه هو من الناس اللي جات هذيك قبل أن يدخل هو إلى 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 قناة ميديا، لأن المغرب ديك الوقيتة كان عندنا تلفزيون واحد، ما كانش، كنا ننتظر قناة ثانية. جات القناة الثانية عند بدايتها، تحول هو إلى القناة الثانية، كان ايضا عنده حضور اخر، حتى برامج اللي دار في بعض الاذاعات اخرى بحال راديو مارس، كان عنده الاستماع، كانت عنده المتابعه. اليوم تنقولوا لا اراده الله ولا نقول الا ما يرضي الله، كنودعوه، ولكن ينبغي ان نقرا المسارات ديال هاد الصحفيات والصحفيين اللي كيغادرونا. كل واحد عنده مسار وخصنا نقراوه، كل واحد كانت عنده زواياه، كان عنده عشقه، كان عنده ثقافته، كانت عنده حموله ديالو. لأن عندما يرحل الأديب أو يرحل الإعلامي في حجم عمر سليم، وكأن هناك خزانة تحترق، خزانة تحترق، ولكن ينبغي أن لا نحرق هذه الخزانات الكثيرة والمتعددة. نقرأ هذا الشيء اللي كيوقع، كل واحد عنده، وكان عنده ذكاء كيفاش كيتعامل مع المطروحة، الإشكاليات المطروحة والمواضيع المطروحة أمامه من زواياه، مع احترام الكبير الكلمة والاحترام الرأي والاحترام الحرية، دون إملاءات، دون، وكان كان 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 عصي هو. صعيب باش يمكن لك تخترقه، إلا ما حبكش هو في الحياة ما حبكش في الصحافة، صعيب، وما يمكنش تملي عليه تقول لي اللي غتقول ولا شحال. ولم يكن يوما من الأيام بوقا لأحد، ولم يكن يقبل الإملاءات، هكذا كان. وعمر سليم وكاينين امثال، والجيل ديالو نودعهم اليوم، يترجلون يغادرون. واحد اليوم وترجل عن صهوه الحياه وقال لنا وداعا. واخر مره تلاقينا كان في التابين ديال رمزي براد المسير ديال الوداد، والصديق ديالو ايضا، ومجموعه ديال الاصدقاء اللي كان كيمشي
شريحة السكتاني فين كيتلاقى مع واحد العدد ديال الأصدقاء، يتلقى مع السي محمد خو رمزي، يتلقى مع بن كيران نور الدين والأخ ديالو سعد برادة، واحد العدد ديال الأصدقاء. هذه هي الفضاءات اللي كان هو تيرتاح لها مع أصدقاء يستحمون في الطلعة ديالو والآراء ديالو، يتسنى عمر السليم ماذا سيقول عن المباراة في كرة القدم أو عن حدث من الأحداث اللي كتكون مطروحة. الله يرحمه وسع عليه، كان واعي ولم يفاجئه الموت، وكان مستعد للقاء الله في كل وقت وحين، هكذا كان عمر سليم. والحكماء لا تفاجئهم الموت، هم دائما على أهبة الرحيل، كلنا ننتظر أجلنا وساعتنا، والله يرحمه وسع عليه. هو شوف الله سبحانه وتعالى دار كل واحد فينا في ذلك. الله هو اللي قادر على عباده، كل واحد عنده سيرتو، كل واحد الله جابنا لهذه الحياة باش ندير واحد مجموعة، وعطانا واحد المجموعة ديال القرآن، قال لنا اقرأ، وقال لنا واحد العداد ديال الحوايج، قل أعوذ برب الفلق، قل يعني أوامر ديال الله سبحانه وتعالى وإرشاداته، هذه من الأشياء اللي وكنجيو للحياة كلنا، جاو الناس اللي سبقونا وداروا، كاينه مبادئ، كاينه قيم، كاينه مجموعه ديال 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 الاختيارات في الحياه اللي كيتبعها الانسان، وتبقى دائما على ان يكون الانسان يكون انسان في حياته، انسان معتز بوطنه، بالتراب اللي هو تخلق فيه واللي عاش فيه واللي كان فيه واللي كينتظر فيه الله سبحانه وتعالى حتى غادي يمشي. الله يثبت هذا الرجل على السؤال، لان عمر سليم لم يكن صحفيا عاديا، كان فنان وكان مبدع وكان اعلامي وكان قلم وكان راي، وكان يعني الحضور ديالو في وطنه، وكان عاشق للوطن، عاشق للمغرب، يعني عجبته اللغه الفرنسيه ولكن لم تثنيه عن العربيه والدارجه المغربيه والابداع المغربي، عجبته فرنسا ولكن ما خدش الجنسيه ديالها لانه ما بغاش، احتراما تيقول لك بغيت وطني وبغيت مغربي، وبقي هكذا يعني صامدا قويا شامخا كيف عرفناه، حتى جا الاجل ديالو ومشى للمستشفى وتيعرف على انه يصارع، عاشق للحياة حتى الرحيل وحتى النهاية. الله يرحمه وسع عليه. انا غادي نسولك شخصي بحكم انك يعني خدمتي معاه وتعاملتي معاه سنوات، شنو هو الشيء اللي كان كيمتاز به الصحفي والاعلامي عمر سليم رحمه الله عليه؟ كان متمكن من اللغة، بعدا متمكن مزيان من اللغة، وكان متمكن من المعلومة، وكان راجل ظريف، ما تيبغيش الجدال، كان راجل ظريف بزاف، وراجل تيحبوه الناس، راجل الجلسه. اخر لقاء كان معاه هذه ما كاملاش شهر في جنازه المرحوم رمزي براده، واتفقنا انا وياه باش نديروا برنامج انا وياه على رمزي براده، وساعه ربي ما بغاش. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.